اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحياكم الناس في اسبوع وفقره جديده واسبوع جديد، والبدايه من افغانستان، حيث افادت صحيفه ديلي ميل البريطانيه ان مقاتلي حركه طالبان الافغانيه الشباب تخلوا عن المظهر الصارم والازياء الداكنه اللي اشتهروا فيها مقاتلي الحركه واستبدلوها بازياء عصريه، ما اثار جدل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تداول فيه المغردون صور مقاتلي الجيل الجديد من الحركة وهم يرتدون أزياء عصرية متكاملة بنظارات الشمسية وأحذية رياضية وقبعات بيسبول تحمل علم الحركة. ووفقا للصحيفة فإن هؤلاء الشباب في عوالم منعزلة عن ملابس الحركة اللي كانت سائدة قبل 20 عام. وتظهر الصورة التي التقطت في كابول خلال الأيام الأخيرة مقاتلي طالبان والبعض منهم كان حليق الدقن. كثير أجانب ومقيمين في السعودية اشتهروا بحب المملكة والدفاع عنها. واحد منهم هو مقيم فلبيني اشتهر بدفاعه عن السعودية، والبعض قالوا له أكيد دافعين لك فلوس، خلينا نشوف كيف رد. So a lot of you are asking that how much Saudi paid me for talking good about the country or them. Let me tell you, yes, they paid. They paid my hospital bill. 9 days in hospital due to COVID. I was almost dead, but I'm still alive because they treat me for free. They took care of me all the way. Even I'm not a Saudi national. They paid my vaccine for free. You know, the things you can appreciate, I can. I'm still having a job driving my own car while the whole world in trouble, you know, crisis, even in my country, in your country. You just don't know how to appreciate the good and bad, right? So start to appreciate my friend. They don't have to pay you. Just say what you're seeing every day. Say it. You know, I'm so blessed and thankful in this country. I know you are. You just don't know how to appreciate. We all love Saudi. أثار مقطع فيديو لعدد من الأشخاص يحضروا وجبة مندي من حيوان الكنغر الكثير من الجدل، وبعد صدور بيان رسمي بالقبض على هؤلاء الأشخاص اللي ظهروا في الفيديو صار الجدل أكبر، ودافع عدد كبير من المغردين عن تصرفهم وقالوا أنهم لم يرتكبوا أي عمل محرم وأن أكل الكنغر أساسا حلال ويؤكل في بلده الأصلي أستراليا، وبالتالي من غير المنطقي محاسبتهم. بدوره رد المركز الوطني لحماية الحياة الفطرية على هذا الجدل، وأوضح أن المخالفة التي وقع فيها صاحب المقطع هو أنه أخذ تصريح لاستيراد هذا الحيوان للتربية فقط وليس للذبح أو للأكل، وبالتالي خالف النص. كما دعا المركز الجميع إلى الاطلاع على نظام البيئة ولوائحه لمعرفة المخالفات والمحظورات الواردة فيه لكي لا يعرضوا أنفسهم لأي إجراءات نظامية قد تطالهم.